امرأة جبارة، طبعا بيشبه سد متين بيوقف بوجه كل إساءة لحقوق الإنسان. الخوف ما إله مطرح عنده، وورا هالإصرار التعب والاستسلام مش خيار عنده. قضية النضال تبدأ من شعور الأمومة. نعتقد أنه شعور الأمومة، عشان كذا النساء لما تبرع تكون هي الأقوى، أقوى من الرجال. كنا في البداية إحنا يوجه لنا نقد لاذع، الآن انضم لنا الكثير والآلاف، وصلنا إلى مرحلة أننا أصبحنا تيار على السطح. عملت تحالفات كبرى هنا في لبنان مع مجموعات وفي العالم العربي وعلى المستوى الدولي. الثورة الحقيقية اللي عملتها في المجتمع السعودي أني علمت أنه المرأة تهتم بأنوثتها، تهتم بشكلها، تهتم بجمالها، تستمتع أنها تكون أنثى، تحط ميك أب، تلبس، تغذي بشرتها، تعمل هاي الطقوس مثل الصلاة، ومع ذلك يكون لها حق والطالب بحقها ومجبور على أنك أنت تحترم حقي وتوفر لي قانون يوفر لي هاي الحقوق وأنا أنثى. هي هيك الحياة، أنثى ورجل. في مجتمعاتنا الشرقية مهما حاولنا أننا نقول إحنا مجتمعات متساوية سوية عادلة، غير صحيح. يوجد تمييز بدرجات مختلفة من مجتمع المجتمع، يعني في مصر غير لبنان، غير السعودية، غير الكويت. الرجل الشرقي عامة والخليجي خاصة، الأغلب، وهي نسبة كبيرة، وعلشان أنا صادقة بقول لك أنه يتعامل مع المرأة كجسد، كأنثى، كنصف مواطن، كإنسانة مجردة من الحقوق، وحقوقها عن طريقه هو، ممكن يكون هو البوابة يسمح أو لا يسمح. لكن بصراحة الله يعين حواء العربية على التعامل مع الذكر العربي. دائما أقول أنا في داخلي طفلة صغيرة لم تكبر ولن تكبر، لأني عشت المسؤولية وأنا صغيرة. إنه إحنا عشنا بطفولتنا في مزرعة في منطقة كانت في وقتها نائية، كانت وسيلة الترفيه المكتبة للوالد. أنا كنت أتسلى بهاي الكتب، فكان حلمي يجي اليوم اللي أجول فيه العالم كله لألتقي بالناس. أنا عندي 6 أبناء، 3 بنات و3 أولاد. شعور الأمومة أعتقد هو أكبر حافز للمرأة أنها تكون مدافعة شرسة، تناضل عمرها كله لتحمي أولادها. ممكن يتعرض ابني النوع من الضغوط النفسية، يسمع كلمة من مراهقين مثله هيك، يعمل مقارنة. لكن لما يجي على مستوى الحديث أنا اكتشفت من الناس أنه بيفتخر فيني. قبل فترة حاولت أني أوقف أو أهدي أو غير النشاط، بنتي قالت لي سوسو، هم ينادوني سوسو على أساس أني صديقتهم. صدقين سوسو طحتي من عيني، حسيت أنك طايحة من عيني لما ما أتخيلك أنك أنت مناضلة. لا يضر السحاب نبح الكلاب، طول ما أنت تمشي ها في النهاية الكل حيمشي معاك وحيستمد القوة منك. شوفي كل خبرات الناس وأقوالهم ومقولاتهم المفيدة كلها مقدسة غير مقدسة، كلها أؤمن فيها. لكن أنا حاولت أطلع لي مقولة خاصة فيني من خلال برضو خبرات وتجارب وإيمان وقناعة. العقل، آمنت أن العقل هو الحكمة والخلاص، والتفكير فريضة المسلم، والتغيير أمر إلهي ملزم، وكلاهما تترجمهم عقيدة الإصلاح، وهذه عقيدة سعاد الشمري مناضلة للأبد.
أنا إنسانة، أنا أم، أنا أكتب الألم وأدافع عن الحق، أنا مناضلة للأبد، أنا امرأة.